الدخان الخليلي بوجود بازارات ومحلات ومطاعم شعبية، إضافة إلى عدد من المقاهي الذي يتصدر الخان، ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1769 ميلادياً. هنا عند التجول في حي خان الخليلي تجد الأزقة متراصة ومتداخلة، والأرض مبلطة بحجر بازلتي أسود لامع، والسوق مسقوفا بخشب تحدى الزمن وعوامل البيئة، فتتسلل الشمس حوانيت عديدة تشكل مع بعضها سراديب مليئة بالكنوز والتحف النادرة والمصنوعة بمهارة. هنا في الخان تجد المشغولات اليدوية بأشكال متنوعة وبضائع من كل صنف ولون من الذهب والماس والفضة، كل ذلك وسط زحام من الزائرين من مختلف الجنسيات. كل هذا التنوع جعل من خان الخليلي مصدر إلهام للعديد من الكتاب والأدباء المصريين. شهد وزير الثقافة حلمي النمنم فعاليات الاحتفال بيوم الثقافة الفلسطينية بحضور جمال الشبكي سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ولفيف من كبار المثقفين المصريين والفلسطينيين في المجلس الأعلى للثقافة. طبعا واحدة من التحديات الكبيرة جدا هي المحاولات الإسرائيلية لطمس الهوية العربية والهوية الفلسطينية من خلال هذا الأفق الثقافي، بالتأكيد يعني بيكون مسعى لقطع طريق على هذه المحاولات. تبقى الثقافة العربية لها كلمتها، لأن هي في النهاية يعني هي أول من نبه وحذر من المخاطر المحدقة بالأمة العربية. سفير فلسطين بالقاهرة سفير جمال الشبكي أكد أن مصر دوما هي قلب العروبة النابض، وأن هي تشكل صمام الأمان للقضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بوضع خاص، وأشار إلى أنه تم اختيار يوم ميلاد الشاعر محمود درويش كيوم للثقافة الفلسطينية لانتشار أشعاره ومدى ما حققته من كسر لقيود الاحتلال ولو على الأقل بالكلمة. أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر مشاركة المحافظة في اليوم العالمي السنوي لساعة الأرض، وأشار إلى أنه سيتم إطفاء الإضاءة الغير ضرورية بكافة المعالم والهيئات والأجهزة والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة والوجهات والإعلانات الخارجية الكبرى من 8:30 مساء وحتى 9:30 من يوم السبت المقبل. في إجراءات مثيلة الحقيقة ممكن تكون بتقوم بيها مختلف المحافظات المصرية وأيضا على مستوى العالم، وده بيجي في إطار ما أفاد به محافظ البحر الأحمر التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة للمشاركة في ساعة الأرض من أجل مواجهة عوامل التغيرات المناخية والمناداة بترشيد الطاقة. فاز فريق طلابي في كلية الهندسة جامعة المنصورة بجائزة أحسن فريق خلال مشاركته في منافسات المسابقة العالمية للسيارات الهيجينية الكهربائية، وهي مسابقة لبناء سيارة سباق كاملة تعمل بالكهرباء والبنزين أيضا. استضافت مصر لأول مرة المسابقة العالمية للسيارات الكهربائية بمشاركة 150 طالب من كليات الهندسة في 10 جامعات مصرية وبتنظيم من قبل مؤسسة جلوبل العالمية.
الفريق الفائز بيتكون من 9 طلاب من تخصصات هندسية مختلفة، والسيارة المستخدمة هي عبارة عن سيارة خفيفة الوزن تحمل سائق واحد ومجهزة ببطاريات حديثة وموتور كهربائي لحركة السيارة ونظام متقدم جدا لإدارة نظام الطاقة داخل العربة، وبيستخدم أيضا مولد كهربائي بيعمل بالبنزين لشحن البطاريات وزيادة مدة عمل وكفاءة السيارة. بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف مؤخرا نوع جديد من السباقات كبطولة العالم للطائرات بدون طيار. المسابقة فعاليتها على مدار يومين، وهي في إطار برامج دعم السياحة في دولة الإمارات تحديدا في مدينة دبي. من جميع أنحاء العالم وعلى مدار يومين استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة العالم للطائرات من دون طيار. وتمثل البطولة فرصة لرؤية مهارات التحليق للطائرات بدون طيار بالنسبة للجماهير التي شاهدت العرض. الصراحة لأن دبي مدينة المستقبل، نتوقع أن إن شاء الله كل رياضات المستقبل وكل الأشياء المستقبلية تطلع من دبي، وإن شاء الله نحن نبغي نلهم الناس على أنهم يركزون على الابتكار وعلى التكنولوجيا وعلى التطوير في دبي. وتنافس المشاركون للحصول على جوائز نقدية تصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي. صراحة سباق طائرات بدون طيار يعني شيء فريد، شيء مميز. يعني اعتدنا نشوف سباقات سيارات، سباقات فورمولا 1، بس سباق درونز يعني شيء نادر إنه تجي، فإنه شيء انترستينج، شيء ممتع إنه تجي تحضر هيك إيفنت يعني. وفي الشهر الماضي نظمت دبي منافسات الدورة الثانية لجائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان، التي تهدف إلى تشجيع حب هذه التكنولوجيا خاصة بين الشباب العرب. مدت ايدي وطرت فوق بالشوق، ولكن للأسف كان نفسي اطير فوق في الفضاء وافرد جناحي على المدى. صبر حسن علي، انا كنت صاحب مقلق و2005 سبتها، ودلوقتي قاعد في البيت بعد وفاة زوجتي. كنت قاعد وكنت سبت بنتي معاقة ذهنين صغيرة، فأنا قعدت بيها وسبت المحل، فعاوز حاجة تطلعني من اللي أنا فيه، فجبت العصافير كهواية لأني طول عمري أحب هواية العصافير. بعد السفر هتغني فوق سطح البيوت تسكن عيوني. الكناري صوته جميل، وبعدين بيدي كذا نغمة، يعني ممكن يدي 7 أنغام في مرة واحدة، بيطلع من نغمة يدخل في نغمة تاني. وبعدين بس هو عيبه إن عصفور يعني بطيء في الفرخ اللي هو يعني يطلع يعني العصفور العادي طول السنة يبيد ويطلع زغاليل. الكناريا بيبدأ من 9 لحد 3، أكلها عبارة عن 3 أنواع، فلارس وبذر فجل وبذر كتان، ده على طول. طبعا في موسم فرخ الزغاليل بيبقى بقى لازم يتحط له بيض بقسماط، يعني بيض بنسلقه وبعدين بنحط له بقسماط وبعدين بنحطه في المأكل، الدكر والنتاي ياكلوا الزغاليل، من غير كده الزغاليل تموت. في بقى عندي انواع تانية مركزيلو اللي هي مثلا كريم البينو، عندي البينو بجفن، عندي زبلتات، عندي انواع تاني بخلطها انا على بعض بتجيب الوان حلوه. كهوايه هي مكلفه انما هي هوايه جميله، مربيها من 2005. طبعا الواحد لما بيربي حاجه جديده بيبقى الخسائر بتاعتها كتيره،
انا دلوقتي بقالي حوالي يمكن 5 سنين دلوقتي بقيت محترف فيها، يعني اعرف اذا الغول ده يطلع ازاي، لو ضعيف اساعده ازاي، النظام الاكل ازاي، كل ده اتعلمته خلال 5 سنين دي. هو في ناس بيقول لك ايه لازم تديهم فيتامينات ولازم تديهم علاج ولازم كل الحاجات دي ليها لازمه حقيقي. ده الموضوع دوت موضوع يعتبر بيضحكوا على الناس. النهارده ادام تديله مثلا اكل طبيعي، يعني مثلا مع الاكل دوت تديله بيض، تديله بيض مبقسومات، تديله جرجير، تديله بطاطا نيه، في حاجات كتير، تديله سبانخ نيه، لان السبانخ فيها حديد، يعني اقوى ما تجيب فيتامينات فيها حديد، لا السبانخ فيها حديد اقوى. لما عصفور بيموت طبعا بزعل، بزعل ليه بقى؟ ما انا ممكن اجيب غيره، بس من الصعب بقى ان الذكر او النكايه ياخد اللي انا هجيبه جديد بسهوله. ليه بقى؟ العصفور عنده وفاء جامد، يعني ممكن ذكر يموت اجيب ذكر غيره واديني نتايه ممكن تقعد سنه. نفسي ربنا خليها لي، دي كل حاجه في حياتي. نفسي اطير فوق في الفضاء وافرد جناحي على المدى، لكن ضبا بالخوف بدا ورمش عيني في لحظه. طبعا يعني حاجة أساسية بنسأل عنها كل يوم الصبح، والنهاردة يمكن من أهم الأيام، حالة الطقس. ومعانا دكتورة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة أمال. أهلا، صباح النور. يعني صدقت التوقعات فعلا، وفي عاصفة ترابية باردة جدا اجتاحت مصر امبارح مع برق ورعد ومؤثرات صوتية وفجأة كده من غير أي مقدمات ومطرة، يعني ايه التفسير العلمي لما حدث بالأمس؟ بس هي مش بدون أي مقدمات، هي الهيئة فعلا أصدرت بيان. أيوة، بس هي يعني كان اليوم عادي، هي الهيئه قالت انه ده هيحصل، بس احنا كنا برضو متفاجئين يعني. احد فعلا هي تغير الكتله الهوائيه اللي احنا كنا متعرضين ليها. الاول كنا متعرضين لجنوبيات، ودلوقتي ابتدت تتغير الى غربيات، فدلوقتي عمليه عدم الاستقرار، لان احنا في فصله انتقاليه ما بين فصلين الشتاء والربيع، ودلوقتي احنا هنشوف في بعض التغيرات اللي هي تتمثل في حاله عدم الاستقرار. يعني العاصفه الترابيه دي يا دكتوره مرتبطه برياح الخمسين اللي دايما بتيجي في نفس التوقيت ده في شهر مارس؟ بالظبط كده، بالظبط كده، وتعتمد على الكتله كمان جايه منين، يعني اذا كانت جنوبيات فبتجيب هواء من فوق الصحراء وبتعمل نشاط الرياح وبيكون مثير للرمال والاتربه،
فالفترة اللي احنا هنستمر فيها لغاية يوم الأربعاء إن شاء الله بتتمثل في نشاط للرياح وانخفاض في درجة